لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور زكريا فؤاد أستاذ الزراعة. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير لحضرتك أستاذة منى ولجميع السادة المشاهدين الكرام. أهلا بيك يا فندم. نتحدث عن صادرات مصر الزراعية ورقم واحد طبعا، ومصر متميزة جدا في هذا المجال، تصدير أو صادرات الموالح بكل أشكالها. احنا طول عمرنا عارفين انه مصر في الموالح، المانجا، البرتقال، اليوستافندي وغيرها من الموالح متميزه جدا، بس ازاي يا دكتور بيحصل هذا التميز؟ الحقيقه احنا في السنوات الاخيره مصر تشهد نهضه تنمويه زراعيه بيئيه مستدامه، سواء بالنسبه لقطاع الزراعه الداخلي او لتصدير الاسواق الخارجيه. والحقيقه برغم كل التحديات والازمات، برغم الزياده السكانيه ورغم وباء فيروس كورونا واللي ادى الى صعوبات في سلاسل التوريد والتغيرات المناخيه اللي بتاثر تاثير سلبي على المحاصيل الزراعيه مع ارتفاع اسعار الطاقه والازمه الروسيه الاوكرانيه، برغم كل التحديات والازمات دي، لكن الحقيقه الاجراءات اللي اتخذتها القياده السياسيه وعلى راسها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي والمشاريع الزراعيه التنمويه الضخمه وزياده المساحات المزروعه من كافه المحاصيل والتنميه الزراعيه الافقيه والراسيه، مع طبعا تطوير معامل النفوذ الزراعيه وجهود كل الباحثين لتطوير سلالات جديده لنوع المحاصيل، ادت الى زياده وطفره في المحاصيل الزراعيه المصريه عالميا خصوصا في السنوات الاخيره وهذا العام. والحقيقه برضو يعني لابد ان احنا نقول ان طبعا وزاره الزراعه وجميع القائمين في الجهات البحثيه الزراعيه بالتعاون مع الجهات البحثيه المختلفه والقطاع الخاص وطبعا الساده المزارعين والفلاحين والمصدرين، يعني الحقيقه منظومه متكامله ادت الى زياده الصادرات. وزي ما حضرتك تفضلتي ان احنا عندنا مثلا يمكن الصادرات الاولى الموالح، البرتقال، احنا الدوله اللي سواء يعني هو طبعا الموالح هي المحصول الرئيسي الاول في التصدير، ومصر تحتل المركز الاول عالميا، يعني تغلبنا على اسبانيا، بل احنا بنصدر اسبانيا. بعد الموالح بنصدر ايه لاسبانيا في الموالح يا دكتور؟ البرتقال. يعني طبعا في موالح كتير احنا بنصدر البرتقال. احنا عايز اقول لحضرتك ان احنا فتحنا، مصر فتحت حوالي 60 سوق تصديري جديد بالنسبه للموالح وبعض الاصناف او بعض الانواع المحصوليه. احنا عندنا البطاطس، عندنا الثوم، عندنا البصل، عندنا العنب والعنب والبطاطا والبطاطا، يعني هو بترتيبا كده الموالح رقم واحد، يليه البطاطس، يليه البصل والبصل الاخضر وانواعه، ويليه بعد ذلك العنب وبقيه المحاصيل. والعنب والفاصوليا كمان يا دكتور، والفاصوليا والطماطم والجوافه، يعني الحمد لله عندنا وفره من هذه المحاصيل وبنصدر كميات كبيره، ودي نتيجه الاجراءات اللي اتخذتها الدوله المصريه والحجر الزراعي وتطوير المنظومه في التوريد والتصدير. يعني عندنا سمعه عالميه في جميع الدول، احنا طبعا في اسواق تقليديه، الدول العربيه ودول الخليج ودول الاتحاد الاوروبي، احنا دلوقتي وصلنا لروسيا، وصلنا اليابان، وصلنا للصين، وصلنا يعني 60 سوق تصديري جديد بفضل السمعه التصديريه للمحاطين عندنا، وان شاء الله على نهايه العام هتزيد هذه الارقام، والعام الجاي هيكون افضل واكثر وخال اصناف ومحاصيل اخرى جديده باذن الله. طيب اخيرا يا دكتور، وحضرتك لسه بتتكلم دلوقتي عن قد ايه الدوله المصريه شغاله بجدية منذ سنوات في زيادة المساحات يعني الزراعية عندنا، حتى من أجل سواء تحقيق اكتفاء ذاتي أو من أجل التصدير. وأيضا مصر الحقيقة تستمع دائما إلى خبرائها وعلمائها. حضرتك بتنصح بإيه الفترة الجاية دي؟ نركز على إيه أكتر في الزراعات تحديدا فيما هو يتعلق بملف التصدير؟ الحقيقة طبعا في ملف التصدير إن إحنا دايما ننتج أصناف تتحمل الظروف البيئية المغيرة والتغيرات المناخية، إن إحنا نستنبط أصناف ذات جودة عالية، إن إحنا نشوف السوق التصديري بيميل لمواصفات إيه، وإن إحنا ننتجها علشان نقدر إن إحنا نتبع السوق التصديري اللي إحنا ممكن نصدر أكثر وأكثر إن شاء الله في المرحلة القادمة، مع الأخذ في الاعتبار في التوسع الرأسي والأفقي لبيع العملات، ونعمل معاملات زراعية ذكية مرنة، ذكية مناخيا تتوائم مع التغيرات المناخية، علشان إن إحنا نستمر بإطراد في
التوسع في السوق التصديري وفي الكميات المصدره للاسواق الخارجيه يعني للخضر والفاكهه. بحديث حضرتك المهم جدا عن موضوع ان احنا ناخد بالنا جدا من التغير المناخي، يعني حضرتك لسه كنت بتقولي من شويه انه اسبانيا مثلا احنا اللي بقينا بنصدر لها البرتقال دلوقتي، ما هو اسبانيا دي فعلا وارد قوي احنا نصدر لها حاجه او اي حد في العالم يصدر لها سلع معينه او منتج معين على اساس انه سيزن، ويعني لحظه لما توصل هناك يبقى في تغير صارخ في المناخ، واسبانيا من اكتر دول العالم اللي شهدت تغير كبير في المناخ، احتباس الحراري عندها والحرائق اللي زادت عندها بنسبه كبيره جدا هذا الصيف. فيعني اعتقد انه كلام حضرتك في منتهى الاهميه فعلا، مراعاه التغيرات المناخيه التي تطرا على اغلب دول العالم اخذها في الاعتبار النهارده اصبح مهم جدا جدا للاستمرار بنجاح باذن الله في هذا الملف، وعشان ان شاء الله يا رب صادراتنا تزيد مليون ضعف كمان ان شاء الله مدينا من التصدير للاسواق الخارجيه وتحقيق الاكتفاء الذاتي في كافه المحافظات. شكرا لحضرتك الدكتور زكريا فؤاد استاذ الزراعه.